كيف كيعرفوا بزاف الناس، انا عندي واحد السنين ونص باش بقيت عايشة في المغرب، تزوجت ومشيت كنعيش في الديار الأمريكية، وهذا الشيء علاش هو السبب. صافي 3 ans et demi وانا كاينة في ميليكان، يلاه جيت دابا دوز العطلة وعاوتاني غادي نرجع، ولكن ما دامت يعنيت انني حبست العمل الفني غير توقفت واحد المدة. واش صحيح اختي حنان بانك اعتزلتي؟ نهائيا معتزله، انا مازال صغيره، مازال كنتزوج وحبست، انا مازال كنمثل وماشي كنت نهايه المشوار الفني ديالي، كان واحد توقف وان شاء الله غادي نرجع. واش اشني الخدمه؟ واش عندك شي عمل في امريكان ولا؟ كنشتغل في واحد البنكه صافي كتشتغل. اش دير في البنك؟ كندير السيرفيس على كيوم تاعي، يعني كنحل لي كونت الناس، كنتعامل مع الزبائن، كندير اي حاجه اللي كيديرها بنكي كنديرها. كي سمعتي الخبر ديال بستاوي؟ تاثرت بزاف ملي سمعت ان بستاوي توفى، خصوصا ان جمعتنا مجموعه من الاعمال، مجدو الصالحه اسفة ابي، وكان واحد السيد اللي العمل معاه جميل، وكان واحد السيد اللي عمل معاه احترافي، والخبر تلقيناه كصاعقه، خصوصا ان ما توقعناش الوفاه ديالو بهاد السرعه. ملي كتشي حد كيمرض وكيشوف السرعه شي واحد المده طويله، كتسنى انه تسمع الاخبار. مستوي يلا سمعت انه في السبيطار، كنتسنى غير يخرجوا من السبيطار، حتى كنسمعوا انه توفى، كانت واحد الصدمه لكل شيء. كلمة الأخيرة تقولي للجمهور، تقولي لي للجمهور ديالك؟ كنقول لهم شكرا على الاستقبال، أنا نشوف الناس المغاربة استقبلوني واحد الاستقبال جميل بزاف، في الشوارع، في البلايص، أي بلاصة كنت فيها فرحت أن الناس مازال تيعرفوني، فرحت أن الناس كيتابعوا الأخبار ديالي، عارفين أني ما بقيتش كنعيش في المغرب، عارفين أني عندي بنيتة، وكنقول لهم إن شاء الله قريبا لنا لقاء بشي عمل يكون مزيان. من خلال احداث انفو كنبغي نقول للناس والجمهور والمغاربه ان شاء الله يكون عندنا شي لقاء فني قريبا، وكنبغي نشكرهم على الترحيب، وكنبغي نشكرهم على كيفاش استقبلوني في الاماكن العامه، وفي كيفاش كيتابعوا اخباري، ونتمنى نتلاقاو قريبا.